السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم إخواتي أخواتي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. بقاكم الفيديو ديالي إن شاء الله بأحسن الأحوال. جيت معكم اليوم بواحد طورطة ديال السبانخ، سهلة بالنسبة اللي بغى يديرها هكا وجبة خفيفة للعشاء، كتعجب الوليدات بزاف، وبالنسبة للسبانخ يعني شي حاجة اللي مفيدة للجسم. قبل ما نطول عليكم البنات، غادي ندوزو مباشره للمقادير اللي غادي نحتاجو باش نصايبوها، وطبيعه الحال الطريقه ديال التحضير. وخليكم معايا ما تزابيوش، راه الفيديو سهل وما غاديش تملوا منه ان شاء الله. وكما كتشوفوا معنا البنات، هنايا راه عندي جوج ديال العجين المورق، عندي على شكل دائري، عندي واحد 500 غرام ديال سبيناتشي ديال السبانخ، عندي واحد جوج بيضات، وعندي واحد 250 غرام ديال الريكوتا ديال جبن ريكوتا. كما كتشوفوا البنات، هنايا راه كان عندي السبانخ كانوا عندي في الفريغو متلجين، كنشريهم هكا جاهزين شكل المكعبات متلجين، كنديرهم هنايا في واحد المقلاة يسخنوا مزيان وكيدوب منهم هذاك الثلج وحتى كيتبخر، وعاده كنزيدوا عليهم زيت الزيتون، كنزيدوا عليهم هنايا الكوزه محكوكه، كنزيد عليهم هنايا واحد نصف ملعقه كبيره ولكن ما عامرهش ديال البزار، نصف ملعقه ما عامرهش ديال الملح، وكنشدوهم كنبقاو نحركو هكا في هذوك السبانخ حتى كيشربوا لينا هذوك المليحه مع الزيت، وصافي. وغادي نخليهم حتى يبرد واحد شويه، غادي نضيفوا عليه هنايا ديال الجبن ديال الريكوتا، وغادي نحركوا نجمعوا كاع الخليط حتى يتجمع لينا كما كتشوفوا. وغادي نضيف هنا جوج بيضات، وحده غادي نضيفها كامله، والثانيه غادي نضيف غير الابيض ديالها، والاصفر غادي نخليه للتزيين. اللي ما كيعجبوش البيض ما يديروش، اللي ما كتعجبوش المذاق ديال البيض ما يديروش، تكتفيو غير بالجبن. وغادي نجمعوا هكا كلشي الخليط حتى يولي عندنا على هذا الشكل. وغادي نشدوا العجين المورق كما كتشوفوا، غادي نسرحوا، راه كما كنشريوه راه كيكون معاه هذيك الورق ديال الفرن، كنجبدوه هكا واحد 5 دقائق من الثلاجة وكنخدموا عليه. غادي نضيفوا عليه هذيك الحشو ديال السبانخ اللي درنا مع مع الجبن والبيض، وغادي نضيفوا عليه العجين الثاني، الدائرة الثانية ديال العجين المورق، غنحطوها من الأعلى. بالنسبه للتشكيله البنات، راه غير عجبني هاد الطريقه هادي، شفتها عند واحد السيده وعجبتني، ودابا اللي بغى يشكل بطريقه اخرى تقدروا تشكلوا باي طريقه، ديروا الحشو ديروا على شكل ضفيرات، ديروا على شكل دوائر صغار، اللي بغيتوا كتشكلوه بالطريقه اللي بغيتوا. كما كتشوفوا البنات، العجين راني جبدته هنايا واحد المده من الثلاجه، راه طلق بزاف، من الاحسن تجبدوه غير مده قصيره وتخدموا عليه باش ما يوليش يتلصق معاكم. صافي البنات، كنشد هاد الجوانب هادو كنضفرهم على هاد الشكل، اللي ما بغاش يدير هاد الضفيرة تكتفيو غير بالفرشيط تضغطوا عليهم باش يتجمع. وغادي نجيب هذيك القفالة ديال الريكوتا، غادي نديرها في الوسط، وغادي نبدا نقطع على هاد الشكل. سكين يكون حاد، ولا تقطعوا كما غتشوفوا، غادي ندير بالقطاعه ديال البيتزا، جاتني انا اسهل. غادي نبقاو غادي نستمروا بحال هكا حتى نكملوا الدائره كامله بالتقطيع. هنا درت شويه في الطاوه، جاتني صعيبه، من الاحسن ديروا فوق سطح العمل حتى تكملوا، وعاد تهزوا تجروا هذاك الورق ديال الفرن، جروه للطاوه ديال الفرن، كيجي سهل في التقطيع.
وصافي بعد ما كملنا غادي نحيد هذاك الغطاء وغادي نبدا نشكلهم على هذا الشكل. البنات ركزوا معايا، غادي نلويها على جوج مرات، غادي نهزوها نلويو المره الاولى المره الثانيه ونشدوا هذوك الجوانب ونضغطوا عليهم باش يتجمعوا مع بعضهم كما كتشوفوا. كنلوي اللويه الاولى الثانيه وكنضغطوا على الجوانب بين كل وحده وحده، كنحاولوا نزديوهم وغادي نستمروا بحال هكا حتى نكملوا الكميه كامله. راه ساهله البنات وزوينه بحال هكا اللي بغى يديرها وجبه ديال العشاء خفيفه وسريعه وفي نفس الوقت صحيه يعني زوينه. بالنسبه اللي ما عندوش سبانخ تقدروا ديروا الخبيزه في المغرب، دابا هذا هو الوقت ديالها، تقدروا تشكلوها على هاد الشكل هذا راها زوينه. وانا استمريت هكا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا الطريقه حتى الاخير. وصافي هنا البنات غادي نجيبوا البيض، هذاك الاصفر ديال البيض اللي عندنا، غادي نضيفوا عليه واحد شويه ديال الحليب وغادي ندهنوا به الوجه ديال التورته ديال السبانخ من الفوق. وبالنسبه للتزيين تكتفيوا غير بالبيض، اللي بغى يضيف عليه الجنجلان، اللي بغى يضيف عليه، انا ضفت عليه داك الحبوب ديال الخشخاش. وصافي مباشره غادي ندخلوهم للفرن حتى يطيب حتى يكون جاهز. انتم عينكم ميزانكم غتبقاو مره مره تراقبوه. اللي بغى يحمروا اكثر على حسب البيض، انا راكم عرفتوا درت غير اصفر بيضه. اللي بغى يدير جوج ديال صفار البيض ويحاول يدهن حتى الجوانب الداخليه باش تجي محمره كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوا الوصفه، راها سهله وصحيه وزوينه وسريعه. وبصحتكم وراحتكم البنات، ونتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم وبصحتكم. ومرحبا بكم في القناه ديالي، واللي ضافوا جداد حتى هما مرحبا بكم. نتمنى تخليوا لي تعليقات، وشكرا البنات، اللي عجباته الوصفه يشاركها مع الاهل والاحباب ديالو. ونخليكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.